لكن إذا اختار مجلس النواب الخيار الثاني وهو أن نذهب إلى المسار الدستوري ونتبنى اقتراح السيد المستشار رئيس مجلس النواب، فإن لابد من تغيير الحكومة ويفتح باب الترشح لرئاستها. هذا يقترن بالضرورة بضرورة إعادة انتخاب المؤسسات السيادية وعلى رأسها ديوان المحاسبة ومصرف الربا المركزي والرقابة الإدارية، لأن لا جدوى في تقديري لإعادة تشكيل الحكومة إذا ما استمرت المؤسسات بقيادتها الحالية، لأن هي أصل المشاكل وهي التي دائما تمنح الشرعية التجاوزات المالية لأي حكومة خارج سيطرة مجلس النواب منذ حكومة الوفاق، والآن الحكومة وهي حكومة تسيير أعمال تصرف لها أموال طائلة خارج الميزانية وبدون رقابة مجلس النواب. شكراً.